تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر القناة الثالثة الرياضية من تلفزيون دولة الكويت. يسعدنا أنكم معكم بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامجنا وبرنامجكم الحصاد الرياضي اللي نتابع من خلاله أبرز وأهم الأحداث الرياضية اللي شهدها هذا الأسبوع، فأهلا وسهلا بكم. مثل ما تعودتوا علينا البداية مع التقارير الإخبارية، حيث تتواصل منافسات الأسبوع الثاني من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الكويتي العام لكرة اليد موسم 2024-2025 بإقامة مباراتين. ففي المباراة الأولى بين نادي السالمية ونادي الساحل شهدت فوز السالمية بنتيجة 30-22، وفي المباراة الأخرى بين نادي القرين والإصطبيخات استطاع نادي الإصطبيخات التغلب بنتيجة 31-25. نتابع معكم هذا التقرير. ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الكويتي العام لكرة اليد النسخة 58 للموسم الراهن 2024-2025 أقيمت مباراتين على صالة الشيخ سعد العبدالله في منطقة صباح السالم. ففي المباراة الأولى قلب السالمية تأخره في الشوط الأول أمام الساحل بنتيجة 14-16 إلى فوز في الشوط الثاني بنتيجة 30-22 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة جدول الترتيب. وفي المباراة الثانية تغلب الإصطبيخات على القرين بنتيجة 31-25 ليحقق أول انتصار له هذا الموسم بعد الخسارة في الجولة الأولى. وضمن منافسات بطولة الدوري الكويتي لهوكي الجليد للرجال لموسم 2024 جرت مباراة بين فريق كويت موسهادز وكويت ستارز. كان الاستحواذ واضح لفريق ستارز بنتيجة 14-1. خلونا مع بعض نشوف هذا التقرير. ضمن منافسات الدوري الوطني لهوكي الجليد للرجال أقيمت مباراة في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري، والتي جمعت بين فريق كويت موست هارد ونظيره فريق كويت ستارز، وتغلب فيها كويت ستارز المتصدر بنتيجة 14-1 ليرفع ستارز رصيده إلى 15 نقطة، ويبقى موست هارد على نفس رصيده من النقاط. عاد منتخبنا الوطني للدراجات المائية محملاً بميداليات مختلفة من بطولة العالم للدراجات المائية والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نشوف مع بعض هذا التقرير. بعد الأداء الرائع الذي قدمه وفد منتخبنا الوطني للدراجات المائية عقب مشاركته المتميزة في بطولة العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حقق من خلالها العديد من الإنجازات المتميزة وغير المسبوقة، أحرز المنتخب 6 ميداليات متنوعة، حيث حصل اللاعب محمد بربية على ذهبيتين في فئتي برو رانباوت جي بي وبرو رانباوت ليميتد، كما حصل اللاعب فهد الريس على 3 ميداليات فضية برو اي ام رانباوت ليميتد،
وبرونزية في فئة Runabout Naturally Aspirated وبرونزية في فئة Pro AM Runabout Superstock. وحصل اللاعب يوسف الخلفان على برونزية في فئة Novice Runabout Stock. وتستمر منافسات البطولة العامة للغطس للموسم الرياضي 2024 للمرحلة العمومية، وراح نتعرف أكثر عن أجواء البطولة ونتائجها مع ضيفنا العزيز اللي مشرفنا بهذه الحلقة الكابتن عقيل المتروك، وهو حكم عام البطولة. ولكن مع بعض راح نشوف هذا التقرير ونرجع نتواصل معكم ومع ضيفنا العزيز. نرحب فيكم أعزائي المشاهدين من جديد في تغطياتنا للفعاليات والأنشطة الرياضية. أعزائي المشاهدين برنامج الحصاد الرياضي، اليوم نتواجد معكم في مجمع أحواض نادي كاظمة، وذلك لمتابعة بطولة الغطس. أعزائي المشاهدين تابعونا في هذه التغطية. بالنسبه حق مستويات البطوله ما شاء الله المستوى العمومي وايد مرتفع، طبعا في فروق فرديه بين اللاعبين، في مستوى عالي في مستوى شويه متوسط او اقل متوسط، بس اشوف في منافسه بين الانديه الثلاثه وان شاء الله يحققون مستويات احسن، مو كانديه على اساس كمنتخب ويشاركون في محارب الخارجيه. بالنسبه حق اللاعبين كمستوى فني مثل ما قلت لك، في مستوى عالي في مستوى متوسط. اغلب اللاعبين كانوا يتمرنون عندهم بطولات خارجيه، في بعض اللاعبين لا جايين على اخر فتره يتمرنون قبل البطوله شهر، فما يبين المستوى. بالنسبه حق الاداء الفني زين لا باس، يعتمد عليه حق البطولات الخارجيه، بس بالاضافه حق ان احنا محتاجين حق ادوات مساعده حق اللعبه هذه تعتمد على التوافق العضل العصبي، يحتاج اللاعب حق ادوات مساعده تطويره مثل الترمبولين، القرفة يسمونها درايلاند، قرفة مغلقة فيها منطاد فيها سفنج يتدرب عليه على أساس أن يرفع من مستوى اللاعب. طبعا هي ختام بطولات الاتحاد الألعاب المائية الكويتي للغطس البطولة الرجال العمومي، فيها منافسة قوية بين أندية الكويت والقادسية وكاظمة، في خامات طيبة وجيدة جدا، يعني منافسة قوية. نحن بعد انتهاء جميع المراحل متعادلين مع نادي كاظمة بالنقاط، نحن ب 12 نقطة، وهي البطولة تعتبر بالنسبة لنا كنادي الكويت نحن فيصلية لعودة الألق بهذه اللعبة لنادي الكويت بالغطس. طبعا هي لعبة صعبة جدا، تحتاج للاعبين على نوعية خاصة، تدريب من الصغر من 4 سنين 5 سنين، تحتاج لصالة متخصصة لتدريب، لأنه تدريب بلعبة الغطس على اليابسة يأخذ 60-70% أكثر من الماء، وهذا غير متوفر ببعض الأندية. طبعا الكويت كانت سباقة عربيا وعلى مستوى آسيوي، أتمنى من الله سبحانه وتعالى، بما أنه نحن عنا كابتن حسين سلم كرئيس اتحاد دولي، عنا كرئيس اتحاد دولي الشيخ خالد بدر اتحاد العربي، عنا الأخ كابتن بشار صفار عضو اتحاد دولي وحكم دولي، فلحنا لازم يكون عنا لاعبين على مستوى ان شاء الله، نامل من الله انه ترجع اللعبه الى ألقها وترجع الكويت سباقه عربيا واسيويا وعالميا ان شاء الله. الى هنا نصل معكم اعزائي المشاهدين الى ختام تغطيتنا لهذا اليوم، نتمنى تكون حازت على رضاكم، ونشوفكم في تغطيات قادمه وفي امان الله. We
رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معاكم ببرنامج الحصاد الرياضي، هذا البرنامج الذي دائما يركز على ضيوفنا النخبة. هؤلاء الضيوف اللي دائما يكونون مميزين بمجالاتهم وأيضا مبدعين، وحينما نتحدث عن أبناء وطن النهار فإنما دائما نراهن عليهم وعلى إنجازاتهم وعطاءاتهم اللامحدودة. واحدة من هذه الأسماء اللي مشرفتنا اليوم بحلقتنا تحديدا الكابتن عقيل المتروك. محمد حياك الله معنا. حييك سلميك وجيبك. حكم عام البطولة. اينا. وأعتقد اليوم عندنا معاك سوالف كثيرة تتعلق بهذا الجانب، ولكن في البداية أرحب فيك معنا في هالبرنامج. والبطولة العامة للغطس 2024 يمكن تجربة فريدة من نوعها بالنسبة لك، وتركت أثرا طيبا في سيرتك الرياضية وكثير من البطولات اللي خضتها، فكلمنا عنها وعن أجواها. يا أهلا ومسهلا، حياكم والله ومشكور على المقدمة. لا مشرفنا والله. الله يحفظك ويسلمك، جزاك الله خير. البطولة هذه بطولة سنوية تقام في كل سنة، طبعا ضم الأندية اللي تشارك من الكويت. احنا الأمانة الأندية تشارك في لعبة الغطس مو كثيرة، تقريبا 4 أندية شاركت في اللعبة. المنافسة في هالسنة يعني قد تكون تختلف من مرحلة إلى مرحلة أخرى، كانت أشدها في مرحلة العمومي ومميزة. هني كانت هذه اللي كانت التوب يعني يمكن مرة هم تكلمنا يعني تقريبا لآخر البطولة، وانت ما تدري الجولة الأخيرة ما تدري من الأول من الثالث من الرابع، يعني هاي الثلاث أربع مراكز ما حد يعرف اللي تقارب المستويات. ممتاز، وهذا شيء زين، وايد زين فعلا. بالعكس وايد زين هذا التقارب، يعني لا سمح الله لا قدر الله اللاعب يشارك في بطولة خارجية تعور، في لاعب بديل ممكن يحل محله يعني. صحيح كابتن أبو محمد، خليني أتكلم عن الأعمار أيضا اللي شاركت في البطولة. أي إحنا طبعا عندنا مراحل متعددة، مرحلة تحت 12، نعم. مرحلة 14-15، مرحلة الثالثة 16-17-18، بالإضافة إلى مرحلة العمومي. هذه 4 مراحل تضاف لها مرحلة اللي أقل من 11 سنة، زين هذه في الأخير. اللطيف والمميز إن هالسنة المرحلة اللي هي خلينا نقول يعني أقل مراحل الناشئين، شاهدت مستويات أنا يعني مو بس مستوى نظافة في الأداء، قد تكون يعني الحركات أو اللعبات اللي يلعبونها ما هي صعبة، ولكن دخول مميز، رشاقة، قوام، فيعني وايد. شنو يدل عليه أبو محمد؟ أكيد يدل على شيء. لا يدل أن في مستوى زين راح يطلع لي قدام. معقول. يعني من هالمجموعة يعني إحنا إن شاء الله نحاول نكبر الدائرة يعني. يعني أنت لما تهتم بالناشئين معناته المستقبل اللي قدام أكيد يعني شيء جيد، بس للأسف يعني هذا ما كان مع كل المراحل، في مراحل يعني تكاد تكون يعني طافية متواضعة يعني هاي يعني ما بي يعني أقل من شأنهم، ولكن يعني إحنا نطمح إلى أن المستوى يكون أكبر من كذي. طيب أبو محمد، أنت يمكن تكلمت على نقطة مهمة جدا وسبقتني فيها، وهي جزئية المستوى. مستوى اللاعبين وتحديدا لاعبينا في الكويت وأبطالنا برياضة القطس مقارنة بالدول القريبة منا، أو حتى على أقل تقدير لو جينا بنقارن أنفسنا بأنفسنا، إحنا شو مستوانا؟ المستوى الأمانة يعني هو هذا جلد الذات راح يصير. أي لا المستوى نرفع معنوياتهم شوي. لا ليش، بالعكس أنا قاعد أقول لك أنا في لواعيب يعني أنا من أشوفه يثلج صدري مستوى، ويعني قاعد يقول لك يبشر مستوى، بس إحنا قلنا ما نبي نحدى في مستوى لاعب أو لاعبين، نبي إحنا الشريحة أكبر شريحة ممكنة تصعد بمستوى اللعبة. إحنا مستوانا كمستوى خليج لا متفوقين، هذا ما عليه غبار. بس مو هذا طموحنا، طموحنا شوية نصعد أكثر. في لواعيب قاعد يأدون مستوى وايد حلو على مستوى المنتخب الوطني وقاعد يبون بطولات خارجية. لا بس يعني مره تقول ان هذا مستوانا، ومره تقول لا شنو تطمح له، شنو ودك تكون. طبعا انا ودي ديرتي تكون احسن من غيرها بمراحل، بس ان شاء الله يعني نامل. يعني هو هذا يحتاج لاعداد ومشاركات خارجيه اكثر بالنسبه حق اللاعبين. صعب هالنقطه هذه ابو محمد؟ والله مو صعبه، ليش؟ لا مو صعب ابدا، بال يعني متناول اليد يعني ان شاء نقدر. الله نقدر ليش نقدر. ما نقدر طالما ان الخامات الناشئين موجوده طبعاً، وطالما ان الكوادر الوطنيه التي تدرب وتشرف عليهم ايضا موجوده. صحيح. وطالما ان الاهم من هذا كله الرغبه موجوده. طبيعي. شوف بما انك تناولت الكوادر الوطنيه، خل اقول لك شغله. احنا بحمد الله بفضل من الله سبحانه وتعالى ان رئيس الاتحاد الدولي للسباحه هو كويتي، شخصيه كويتيه وللامانه مميزه وفذه، كابتن حسين مسلم. ونعم
زين الرجل يعني تدرج من كان لاعب الى عضو مجلس اداره الى الاتحاد الدولي وهو اللي يعني تدرج في هالمستويات وللامانه يعني قادر يدير الاتحاد بشكل ملفت. التقيت فيه قبل اسبوع يمكن كان في بطوله في البحرين وبالاضافه الى ايضا عندنا بالاتحاد الدولي رئيس اللجنه الفنيه للحكام الكابتن بشار صفار وايضا كويتي وكذا فاحنا على مستوى الاداريين والفنيين ترى مستوانا دولي يعني ما نقلل من مستواهم ابدا. انا ودي ان اللاعبين ام ينطلقون الى عدل. اتفهم هذه المشاعر حينما تكون من قلب رجل هو مشرف حكم عامل بطولة وقبل وبعد كل شيء يحمل هم ان اسم الكويت يطلع. صحيح. وان شاء الله يا رب هالرؤية تتحقق يا رب باشرافكم توجيهاتكم وعندكم الابطال الناشئين اللي هم المستقبل الحقيقي لهذه اللعبة ان شاء الله. طيب ابو محمد كابتن محمد خلني اروح معاك على جانب اخر وهو الجهاز الفني والاداري للبطولة. شلون شفتوا التعاون معاهم بينكم وبينهم؟ ها اي احنا طبعا كحكام احنا عندنا الجانب خلينا نسميه الفني هم القضاة، خمس قضاة هم اللي يحكمون حق اللاعب بالاضافه الى طاقم سكرتارية. طاقم سكرتارية وظيفته ان كل لاعب عنده استماره واضح، الاستماره هذه تدون فيها رقم القطصه وضع القطصه درجات القضاة بالاخير في شيء يسمونه درجه الصعوبه. اللاعب من يؤدي القطصه في خمس قضاة يعطون القطاس الدرجه التحكيميه الخاصه فيه تشطب اقل درجه وعلى درجه. طبعا هذا جانب السكرتاري اللي قاعد يسويه واضح. بعدها هذه مجموع الدرجات تضرب في عامل الصعوبه، احنا نسميه درجه صعوبه، ما يخالف افصل فيها شويه. اي ضل عندك ثلاث درجات دام لغيت الاعلى والاقل. احسنت. تضل ثلاث درجات طلع. هذه الدرجات تنضرب في درجه صعوبه. يعني شنو درجه صعوبه؟ يعني لاعب لما يؤدي نص قطصه غير اللاعب لما يؤدي دوره كامله غير دورتين، فكل ما تزيد عدد الدورات مثلا راح تزيد درجه صعوبه. هذه عليها 1.2 هذه 2.2 فدرجات يعني درجات الحكام لما تضرب في درجه الصعوبه طبعا راح تزيد السكور مال اللاعب وهلم جره. فهذه وظيفه السكرتاريه يعني يدونون. بس تعطينا بالنهايه المعدل طبعا. اي طبعا. تعطيك معدل سواء كنت نص او غطسه او غطستين. هي معدل. ممتاز. فدرجات الحكام تضرب في درجه الصعوبه بالاخير يعطيني الاجمالي. هذا الاجمالي مال الغطسه الاولى الثانيه الثالثه الى ان ننتهي في نهايه ممتاز. الجولات ممتاز. اي نعم. هني تعرف المستوى وتعرف يعني ايش كثر فارقين عن بعض. طيب ايضا في عندي نقطه مهمه يعني كونك كابتن عقيل مش حكم عام البطوله. اي نعم. شلون شفت مستوى التحكيم ومستوانا ايضا في التحكيم؟ هل اختلف عن البطولات المحليه مقارنه بالبطولات الدوليه او هو ذاته النظام متبع في المحلي وكذلك في الجانب الدولي؟ لا لا ابدا يعني الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى يعني لسنوات مرت الحمد لله انا اشيد بمستوى الحكام المحليين وترى في منهم دوليين يعني مو بس حكام عاديين يعني مو اقليمي لا دولي حكم حق بطولات خارجيه في اكثر من حكم عندنا وشارك في بطولات خارجية. المهم أن يعني مثلا لا يصير تفاوت في درجات الحكام. يعني مثلا إحنا درجات تبدي من نص إلى عشرة عادة يعني هذا أحيانا بعد هم يثير غضب اللاعبين الإداريين من الفرق الأخرى لما يشوف مثلا واحد معطي أربعة والثاني معطي ستة فارق الدرجتين هذا كبير بالنسبة لنا. يعني نص درجة تتفهم معقول انت ليه الحين بالمجموعه نفسها ما تجاوز لكن لما يكون درجتين درجتين اكثر من درجتين. اي الحين ممكن ان في حكم من الحكام لاحظ خطا معين البقيه ما لاحظه ممكن حكم واحد بس لا يصير في اكثر من غطسه لا يستمر الى اكثر من جوله لا هذا يعني عده يعني امر معيب لانه قد يكون في تحيز انديه قد يكون حكم معين وهذا هذا الحمد لله ما عندنا اياه انا ما اقول ان هذا ولكن لما تصير كذي تعرف اي فاحيانا في بطولات خارجيه تصير يمكن اقليميه غيرها تشوف احيانا في واحد حكم يتحيز حق دولته احيانا في الحكم العام ينبهه يقول له احنا الان خلي العاطفه على جنب انت الحين مسؤول امام اللعبه امام كون الدوله واضحه كابتن محمد تدريب على طول لابد تكون حيادي تصرف قضيه العاطفه هذه تماما عن اللعبه
وتكون واضحة على طول تكشفها. طبعاً 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 ما في شك ما في شك. طيب كابتن عقيل المتروك على المستوى الشخصي يعني أيضاً احتكاكك مع الحكام الدوليين حول العالم تجربتك الرياضية مسيرتك الرياضية كحكم شنو أضاف احتكاكك مع الحكام الدوليين إلى خبرتك؟ يعني للأمانة أنت كل ما تزيد مشاركاتك الخارجية تزيد خبرتك ومو بس كذي يعني أنت تتوخى الأخطاء اللي ممكن تحصل يعني أحيانا لما تزور بطولة أو تشارك في بطولة وتلاحظ أن الحكم العام أو أي الحكم تدارك خطأ معين في هذه الجانب ممكن يحصل عندك هذا وبالتالي أن أنت قادر تتصرف بشكل سليم. القانون واضح أحيانا يقول لك اللاعب إذا أدى هالغطسة يأخذ هالدرجة ماشي ولكن يعني مثلا صارت قبل يومين أن احنا قلنا في كل لعبة أو عفوا كل غطسة لها وضع معين واضح. منحني مكور مستقيم بالاستمارة مالت اللاعب مسجل أن اللاعب لازم يؤدي غطسة مكورة حلو واللاعب هو بالتدريب ماله كله غطسة منحنية يوم أعلن الغطسة فاحتج قال أنا غطستي منحنية قلت له أنت تمشي على الاستمارة اللي عندنا أنت مسجل أن هي غطسة مكورة تأديها مكورة فيعني حاول أنه يتفهم قلنا لا لا إحنا نلتزم بالورقة إذا أديتها غير الوضع راح أقصى درجة راح تأخذها اثنين المهم بعد اضطر أنه يؤدي مثل ما كانت مسجلة يعني أحيانا يعني يكون غايب عنهم الاستمارة تدوينها التدوين الاستمارة هي من صلاحية يعني من اللاعب هو واجب على اللاعب أو من ينوب عنه كمدرب الفريق في الأعم الأغلب المدرب هو اللي يسجل الاستمارة بس بالأخير التوقيع توقيع اللاعب اللاعب هو يوقع بحيث أنه يقر بما جاء بالاستمارة فراحت عنهم يعني سهى بس الواحد لازم يكون مبطل عينه. طيب الوصول اليوم كابتن يعني أبو محمد إلى أن تكون من ضمن الحكام العالميين الحين على المستوى العالمي بالتحكيم أي بطولة دولية قد يستعينون فيك بطولات كثيرة تشارك فيها هل الوصول لها سهل؟ يعني اليوم في أبطال عندنا كثر ويتمنى أن يعني ينضم إلى طاقم التحكيم ومن طاقم التحكيم بدولة الكويت والبطولات المحلية إلى البطولات الدولية وينطلق إلى العالمية هل هذا المشوار سهل إن أنا أبتدي فيه؟ مو صعب ما أقول لك سهل ولكنه مو صعب يعني أنت من خلال تميزك في التحكيم مرة ومرتين وثلاث راح تنطلق من المحلية إلى الإقليمية أكو حكام عالميين يشاهدون الحكام ويقيمونهم الحكم أنت من تشارك بطولة خارجية الحكم العام يقيم الحكام اللي يشاركون فبالتالي يشوف هذا أنه فعلا فير يعني أو شوية برا متحيز لا والله في أكثر من لعبة أكثر من جولة وهذا ما راح يحكم مرحلة واحدة راح يحكم مرحلة A و B و C فيشوف في يعني في الإجمالي لا يشوفه أنه قادر أنه يدير أكثر من بطولة فلا لا صدق يعني قلت لك أنا عندنا أكثر من حكم دولي في دولة الكويت ويشاد يعني يشار لهم في البنان على قولتهم شو يطور نفسه الحكم؟ هل المشاركات؟ مشاركات بس هي المشاركات اللي تكشف له هي المشاركات هي الميدان هي الميدان هي الحكم بس لابد من الاستمرارية يعني إن الحكم يحكم بطولة ويوقف موسم موسمين ويريد يحكم مرة ثانية لا لابد من الاستمرار في المشاركات طيب هذا شيء جيد إن احنا حتى في المستقبل ممكن يكون عندنا مركز لتدريب المدربين احنا سنويا في مركز اعداد القادة تقام دورات للصقل للترقية بالنسبة حق الحكام بالإضافة إلى دورات حق المدربين تدريب اللعبة زين وشارك فيها يعني حكام من برا الكويت ومن داخل الكويت ففي في في دورات طيب ارجع شوي معاك حق البطولة وأجواءها وأبطالنا زين هل أبطالنا قاعد يطلعون معسكرات تحديدا اللي يعني اعتقد انه في هالجانب مهم جدا قاعد تتكلم عن غطس قاعد تتكلم عن مهارات مختلفه قاعد تتكلم عن وضعيات مختلفه كابتن محمد وكل وضعيه تحتاج ان اللاعب يكون مهاري ويعرف لها عدل قلت لي ان في البعض عنده جانب متواضع ولكن البعض لا يعيك وهو مستعد ويقدم مستوى جيد هل قاعد يطلعون معسكرات عشان بالنهايه هو يكتسب خبره تشرف ولما يشارك دوليا فعلا يحقق نتيجه يشاركون يطلعون معسكرات دوليه ولكن الاهم من المعسكرات الدوليه الاستمرار في التدريب
يعني لا يشارك لي في موسم الصيف وموسم الشتاء يصير عنده بيات شتوي، لا لازم يتواصل معه يعني لا يوقف. تعاني وايد من هالمشكله. اقول لك قصه قديمه. قول لي. مخالف زين. في سنه 84 انا كنت لاعب وكنت مشارك في بطوله الخليج، كانت في الرياض. ف بعد ما يبنى البطوله فزنا ميداليات، انا فزت في مركز يعني مركز دول ذهبيه. فالشيخ يابر الله يرحمه استضافنا في قصر السيف. فانا كنت اكثر لاعب زين واكثر واحد ذاك الصوب، فسلم علي قاعد فقال لي بيلعبه فايز يعني. قلت له باي يعني؟ قلت له بلعبه الغطس يعني، لان احنا سباحه وغطس وكره ماي كنا مع بعض مشاركين. فقال لي ايش تتمنى؟ قلت له والله اتمنى يصير عندنا حوض مغطى. الله. حوض مغطى لان احنا انديه كانت العربي غاتسيه الكويت كلها مكشوفه، احنا ندرب الصيف اشتا كذا تماما نوقف ما عندنا شيء. كان في حوض الجامعه، وحوض الجامعه اخوك طلبه الجامعه يعني، وكان في سلمين بس سلم 3 امتار و7 امتار، البقيه ماكو شيء. فهذه متى تحققت الامنيه؟ يمكن بعد سنه 90 او كذي قبل الغزو، كان نادي الكويت اول حوض مغطى عندنا. بس كنت تلعب انت بهالحزه؟ اي كنت العب، كنت العب. فالقصد ان يعني هذا الفراغ كان يعني مؤثر على مستوى اللاعبين. يعني انت موسم انت لاعب غطس لازم تلعب، موسم الشتاء بالكويت ما يلعب فيه اذا مكان مكشوف. الحين لا الحين لا ما شاء الله عندنا يعني ما اتصور في نادي مكشوف، الحين الكل مغطى. يعني الحين حتى لما تقارن بين قبل، انا بس قاعد اسولف 40 سنه يعني. اعتقد ان تطورنا وايد بالمنشآت. اي الحمد لله بالمنشآت. اي اي نعم. ممتاز. تحدثنا عن جوانب كثيرة محمد الكابتن عقيل المتروك، شرفتنا في برنامج حصاد الرياضي. لكن أيضا دعني أتحدث عن القادم، إحنا شنو الاستحقاقات القادمة، البطولات القادمة، ويعني حتى نستعد لها ونعرف شنو الإنجاز قادم، ونكون مستعدين لتلقي الأخبار الجميلة والسعيدة واللي دائما تحمل قيمة وطنية كبيرة يفتخر بها أبناء وطن الكويت إن شاء الله. أنا يعني ما بعيد الكلام اللي قلته من قبل، بس إحنا قلت لك إحنا تركيزنا الأهم والمهم على خلينا نقول القاري، يعني ما نبي إقليمي، ما نبي، لا نبي مستوى آسيا. وفي لاعبين للأمانة من خلال البطولة اللي طافت شفت منهم إنجاز، بس إحنا يعني هم نكون يعني واضحين، إحنا أبطال آسيا عفوا أبطال العالم في لعبة الغطس دائما الصين، احيانا في كوريا يشاركون فيهم كذا. فاحنا انت ابطال اللعبه بشكل عام من نفس قارتك، فاحنا ما نقول ان احنا نجيب ميداليه ولكن نجيب مراكز متقدمه، تصنيف على الاقل. اي اي بالضبط، يعني نجيب مراكز متقدمه، فان شاء الله هذا املنا وطموحنا ان شاء الله. هو شنو مميزات اللاعب؟ يعني الطول، السرعه، القوه البدنيه، ولا هذا ما له شغل، يعتمد على همتك وتدريبك وحفاظك على التمرين وحضورك والتزامك. هذا شيء الجسم يساعد، رشاقه الجسم تساعد، الليونه، المرونه، كلها تساعد، ولكن التكنيك هو اللي يفرق. في لاعب ممكن تشوف هيئته زينه ولكن يؤدي الغطسه بشكل ممل، يعني بارد. اي بالضبط، ما يعطيك اللي تبي. بينما واحد لا، تلقاه له جسمه حلو مرتب لكن يؤدي الغطسه بشكل سريع رشيق، من يدخل الماي ما تشوف نقطة ماي من وراه. فهذا يعجبك، هذا يخلي الحكم يطلع درجته وهو مرتاح ويزيد بعد بالشيلة مثل ما نقول. إذا البطولة القادمة راح تكون إن شاء الله، يعني الحين أنا مو مطلع صراحة البطولات على المستوى الإقليمي ما طلعت عليها، بس يعني في بطولات جاية سمعت إن أنا كأنما في بطولة في قطر راح تصير، بس مو متأكد الأمانة ما بي. إن شاء الله فالكم الفوز يا رب. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. ما نسمع إلا الأخبار الجميلة على مستوى كل الألعاب إن شاء الله. والإنجازات هي والله. إيه. كل الشكر والتقدير. حياك الله. شرفنا. ساعة مباركة. كابتن عقيل المتروك. يعني حديث معاك جميل ومر بسرعة، ودائما اللحظات الحلوة تمر بسرعة. عزيزي. لكن تشرفنا بوجودك معنا، الحكم العام للبطولة، وإن شاء الله يا رب في قادم الأيام المزيد من الإنجازات. كل الشكر والتقدير. حياك الله. يا أهلا وسهلا. إذن السادة المشاهدين ننتقل معكم إلى تغطية أسبوع الكويت التعليمي المقام تحت رعاية الهيئة العامة للشباب في المكتبة الوطنية مع زميلتنا إيمان الحسينان لتزويدنا بمعلومات أكثر عن هذه الفعالية. نشوفها ونرجع نتواصل معكم. يا
هلا ومرحبا فيكم متابعينا من كل مكان في برنامج الحصاد الرياضي، وتحديدا من المكتبة الوطنية، ونقدم لكم أسبوع الكويت التعليمي. وكما نعلم بأن العلم والمعرفة نور للعقل، ولولا العلم والمعرفة لما تعرفنا العديد من أنواع الهوايات والرياضات في جميع أنحاء العالم. خلكم معنا ونشوف جانب من هذه الفعالية، فإلى هناك. نتشرف ان نكون وياكم اليوم في هذه المبادره، مبادره الاسبوع الكويت التعليمي في مكتبه الكويت الوطنيه المنظم لهذه الفعاليه بالشراكه مع القطاع الخاص، شركه الحمراء للاستشارات الاقتصاديه، كذلك بدعم اعلامي من الهيئه العامه للشباب. هذه الفعاليه تهدف الى اختيار التخصص الدراسي المناسب بالنسبه لطلبه الثانية عشر. هذه الفعاليه مدتها 7 شهور. احنا قاعد نساعد الدوله بحيث نوجه ان طلبتنا بما يتناسب التخصص المناسب بما يتناسب مع احتياجات الدولة. الدولة قاعد تتعب وقاعد تصرف، فإحنا من واجبنا كمبادرين أن ندعم الدولة بهذا الاتجاه. الطلبة محتاجين التوجه المناسب، فمو عارفين، يعني مو حلو أن الطالب يتخصص تخصص الدولة مو محتاجته وبعدها مو عارف وين يروح بالضبط. فلازم احنا نوجه الطلبه بما يتناسب مع احتياجات الدوله ونفيدهم بمواضيع كثيره مثل موضوع الذكاء الاجتماعي، مهارات الذكاء الاجتماعي، وكذلك العديد من المواضيع اللي تنمي مهاراتهم وقدراتهم وتخليهم يصيرون اقوى وافضل باذن الله. للأمانة دورها حلو كبير اليوم، بما أن بعثة الطالبات عندنا في هذه الدورة دورة تفاعلية تتكلم عن الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي، فشيء كان وايد حلو بحضور بعد الأستاذ بدر من غيث. أكيد إيش رأيكم بتفاعل الطالبات مع هذه الورش؟ جبار كان اليوم، اليوم ثانوية قرطبة بدعوا في التفاعل معهم حبيبتي. طبعا الهيئه العامه للشباب سعيده بتواجدها اليوم في اسبوع الكويت التعليمي بالشراكه مع الجهات الحكوميه والخاصه ذات العلاقه بالشباب. طبعا الهيئه العامه للشباب حريصه كل الحرص ان تكون في الملتقيات الشبابيه المجتمعيه اللي تطور فيها العقول الشبابيه عشان المجتمع والفرد نفسه. اليوم نشوف ان طالبات مرحله ثانويه قاعد يلعبون لعبة بهدف الذكاء الاجتماعي، شلون إنه يكونون فريق واحد، فكرة واحدة يطبقونها على أرض الواقع. أعزائي المشاهدين، وصلنا معكم إلى نهاية فعالية أسبوع الكويت التعليمي، وإلى أن نلتقي مع فعاليات جديدة نقول لكم في أمان الله. كل الشكر والتقدير للزميلة إيمان الحسنان على هذه التغطية الجميلة والرائعة. أنتقل معكم السادة المشاهدين إلى أخبار الرياضة مع الصحفي الأستاذ الجميل والخلوق والراقي ناصر الفضلي. حياك الله معنا أبو علي. الله يحييك أخوي أحمد، ومشكورين على الاستضافة وشكرا على الإطراء. مستعد إن شاء الله؟ إن شاء الله. أبتدي معاك بأولى الأخبار وتحديدا ما عنونته جريدة القبس بعشر لاعبين المنتخب الفلسطيني يتعادل مع الكويت. فرض المنتخب الفلسطيني التعادل على منتخبنا الوطني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. وعلى الرغم من خوض المنتخب الفلسطيني بعشر لاعبين طوال الشوط الثاني تقريبا، ومن ثم تقدم المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف، إلى أن الفدائي نجح في تحقيق التعادل في الدقيقة الأخيرة لتنتهي المباراة بهدفين لكل منتخب. أتكلم معك أبو علي أولاً عن المباراة بشكل عام وشون تقييمك لها؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعاً تعادل المنتخب الكويت أمام فلسطين كان بالإمكان أفضل مما كان، يعني الأزرق كان غريب جداً من 3 نقاط،
واضح قبل بداية المباراة من خلال التشكيلة أن المدرب خوان بيتسي أجرى تبديل في طريقة اللعب. يعني الثلاث مباريات الأولى أمام الأردن في عمان تعادل 1-1، أيضا مع العراق عندنا هنا في استاد جابر تعادل سلبي، خسارة أمام عمان في مسقط بأربع أهداف كانت ثقيلة النتيجة، تعادل أمام فلسطين. أعتقد مباراة فلسطين تخلى بيتسي عن الحذر الدفاعي والطريقة الدفاعية، وكان يلعب في خمس مدافعين ومهاجم يوسف ناصر، قد تكون التشكيلة 5-1-3-1، في دفاع قوي يلعب وفق إمكانيات اللاعبين المتاحة أمام المدرب. مباراة فلسطين أنا أعتقد أدخل يعني راشد دوسري كظهير أيمن، لعب في خالد إبراهيم وفهد الهاجري قلبين دفاع، مشاري غنام دفاع شمال، استبعد سلطان العنزي كمساك ثالث في قلب الدفاع أمام رضا هاني. أمام رضا هاني اللي كلاعب ارتكاز وحيد شفنا أحمد الظفيري وشفنا معاذ العنزي لصيمع وشفنا يوسف ماجد وبالمقدمة يوسف ناصر وسلمان العوضي مهاجمين اثنين، يعني 4-1-3-1-3-2 4-1-3-2 يعني 4-4-2، وبالتالي أعتقد أنها نزعة هجومية كانت أكثر في محاولة من المدرب للفوز وتحقيق الثلاث نقاط. فأعتقد أن حصلت تفاصيل صغيرة هي اللي أدت إلى التعادل، منها لما تلعب في أربع مدافعين أخوي أحمد دائما التبديل في خط الدفاع يعتقد يسبب مشكلة للمدرب ويسبب مشكلة للدفاع، أنت تحتاج إلى تجانس قوي. أعتقد خروج فهد الهاجري في الإصابة في وقت مبكر جدا كان سبب في عدم الانسجام أكثر واضح. بدخول حمد الحربي، حمد الحربي أساسا يلعب وسط وأحيانا في مباريات لمنتخبنا الوطني دفاع. يستعينون فيه كغلب دفاع. في ركلة الجزاء اللي طبعا منتخبنا تقدم بهدف عن طريق ركلة الجزاء وكان زين وأداء يعني جيد، كان ارتكاب حمد الحربي هو كان يعني نقدر نقول انه مو منسجم كثير في كمقلب دفاع، وبالتالي اتت ركلة الجزاء للاخوان الفلسطينيين منتخب الفلسطيني الشقيق سجل من التعادل. في الهدف الثاني يعني المنتخب الفلسطيني في وقت مبكر الشوط الثاني لعب منغوص لاعب، يعني هذه ثاني مرة احنا يعني نشوف هذه وضع منتخبنا الوطني، ثاني مرة احنا ما نستفيد من نقص العددي، ولما تتقدم 2-1 خلاص يعني المنتخب بعشر لاعبين منافس صعب يعود المباراة، لكن عودته في المباراة عليها علامات استفهام. يعني انت ممكن كمنتخب الكويت مكتمل الصفوف، الفلسطينيين ناقصين لاعب متقدم، اي انت مستفيد هذا صح، لكن ان المنتخب الفلسطيني يعود بعشر لاعبين هني في لازم نسأل انفسنا. حتى الهدف الثاني انا اعتقد بالكره الهوائيه ايضا فيها كان فيها حمد الحربي في الكره الهوائيه، فحمد الحربي لاعب وسط اعتقد الاستعانه فيه كغلب دفاع في المباراه هذه بديل لفهد الهاجري ممكن ادى الى الارباك في خط الدفاع، لم يكن موفق. لا لا انا ما بالعكس، حمد الحربي من اللاعبين اللي نعول عليهم وما اختار الجهاز الفني الا ان شاء الله فيه ثقل لاعب، نعم بالعكس لاعب مميز في خط الوسط، انا اقول مو مركزي يعني بالمركز مركزي، فلذلك انا اعتقد هذه الامور تفاصيل بسيطة هي اللي أدت إلى أن احنا نتعادل ونفقد نقطتين ثمينتين. شو ممكن نحسن أداء المنتخب بوجهة نظرك أبو علي؟ شوف أخوي أحمد، أنا حتى ما قبل انطلاق التصفيات ووقوعنا ضمن هذه المجموعة أنا أعتقد أنها كانت مناسبة لمنتخبنا الوطني في ظل الظروف اللي إنه هو قدم أو قادم من معاناة إدارية وعدم استقرار على مدى أكثر من 10 سنوات، فمنتخبنا الوطني خوض للتصفيات وبلوغ النهاية كأس آسيا مو هذا طموحنا، طبعا طموحنا أكثر، لكن احنا علينا نكون واقعيين، يعني احنا منتخبنا الوطني يعاني من أمور كثيرة بسبب اللي ذكرناها المشاكل الإدارية اللي على مدى عقد تقريبا 10 سنوات. فأعتقد هذه مشاركتنا في تصفيات كأس العالم هي نتاج طبعا واضح. وأيضا هي فرصة لعودة المنتخب الوطني للمنافسة، خصوصا أن هذه المنتخبات كلها شاركت في كأس آسيا الأخيرة في 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 الدوحة، وأيضا انك انت تواجه منتخب عمان افضل من انت تواجه منتخب قطر المدجج بالنجوم كخليجي، تواجه منتخب العراق انا اعتقد افضل من انك تواجه منتخب الاماراتي صحيح اللي يقام بتجنيس صحيح. اعتقد 6 لاعبين اجانب صحيح. وتغلب على قطر في الدوحه 3-1 في التصفيات هذه، ايضا منتخب ايران ومنتخب اوزبكستان هذه منتخبات قويه، فاعتقد المجموعه مناسبه لمنتخبنا الا انه ينمو ويتطور اكثر.
ايضا انا اعتقد ان امامنا فرصه للاتحاد المقبل ان شاء الله، ونتامل في خير بان يحسن الاداء، بان يحسن الاداء، وخصوصا في ظل الاستقرار، وايضا منح الفرصه للدماء الشابه، خصوصا تابعنا يوسف ماجد، وانا من الاشخاص اللي كنت اطالب بان يوسف ماجد حتى مباراه الاردن ومباراه العراق الثانيه انه ياخذ فرصه اكثر، يعني ما يلعب 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه. كذلك سلمان العوضي، في عندنا لاعبين شباب ممكن يطورون في اداء منتخبنا ان شاء الله باذن الله. طيب ابو علي، انتقل معك ايضا الى ما عنونته جريده الراي. يا مال يغادر معسكر لاروخا. غادر جناح نادي برشلونة الشاب لامين يامال معسكر المنتخب الأسباني لكرة القدم بسبب إجهاد في العضلات بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، وذلك قبل يومين من مواجهة صربيا في دوري الأمم الأوروبية. وكان يامال خرج في نهاية المباراة ضد الدنمارك في المسابقة القارية. يعني خلنا نرجع معك أبو علي عشان نتكلم عن حلول المنتخب الأسباني لتعويض غياب لامال. طبعا ما في شك يا مال من اللاعبين المميزين جدا، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس أوروبا الأخيرة في ألمانيا، كان صنع الفارق، صنع في أكثر من مناسبة خصوصا مباراة الحاسمة يعني، في وأبرزها أمام فرنسا في الهدف اللي أعاد في منتخب بلاده، أيضا أمام ألمانيا الأسيست لداني أولمو، نجم يعني مشروع مهاجم لا يشغل له غبار. لكن أنا أعتقد إن المنتخب الإسباني مع لافوينتي يعتمد على الجماعية أكثر، ويعتمد على الحلول الجماعية أكثر. في مباراة صربيا شاهدنا موراتا سجل، أيضا زبان نجم ريال سوسيداد من الحلول الممتازة اللي ممكن يكون بديل ليامال، أيضا فيران توريس ممكن يكون حل بيد المدرب المنتخب الإسباني. بالعودة إلى يامال، يعني باختصار المنتخب الإسباني يعتمد على الجماعية أكثر، بدليل فوز غيابة لن يؤثر، لا لا, لا, لا لا هو لن يؤثر، لكن يامال يصنع الفارق يعني إضافة للمنتخب الإسباني. داني أو عودة داني أولمو أكيد راح تكون مميزة بالنسبة للمنتخب الإسباني. يعني يامال كدمة بسيطة أو إرهاق بدني راح يعود لمرة أخرى. أعتقد أن المنتخب الإسباني إذا معانا فسيعاني بغياب رودري نجم السيتي، اللي هو كان أنا برضي نظري وجهة نظري إنه أفضل لاعب في أوروبا، وحصل على جائزة أفضل لاعب في كأس أوروبا الأخيرة اللي توجد فيها المتدور بطل لكأس أوروبا. إسبانيا إذا راح تعاني راح تعاني في رودري، خصوصا مركز حساس، ورودري لاعب ممتاز في عملية التغطية أمام محورين الدفاع، وكذلك نقل الكرة والتحول والتحضير إلى الوسط، وكذلك وضع الكرة في المكان المناسب. دائما هذا اللاعب رودري لما ينتقل بالهجمة تلاقي يضع الكرة في المكان الصح للاعبين، وهذه من الأشياء الغليلة اللي نشوفها في لاعب، تلاقيه متمكن دفاعيا وعنده انسيابية في التحول، وكذلك له الكرة. بدليل ان حتى فريق مانشستر سيتي تأثر كثيرا الموسم الماضي لما غاب 5 مباريات، اعتقد نتائج السيتي تراجعت بشكل كبير، وحتى على الموسم الحالي، في الموسم الحالي اعتقد ان السيتي سيعاني بغياب رودري. مع المنتخب الاسباني ايضا اعتقد ان المنتخب الاسباني اذا ما عانى فسيعاني بغياب رودري، وليس يامال. يامال في الحلول الهجومية راح تكون موجودة، وهذا ليس تقليل من يامال، بالعكس يامال المنتخب الاسباني ممتاز، يامال يضع الحلول اكثر ويسكل اضافة اكثر في خط الهجوم. واضح واضح ابو علي، قواك الله على التحليل. الله يقويك حبيبي، دمجت وياك انا. الله يبارك فيك، مشكور يا احمد. انتقل معك الى ايضا ما عنونته جريدة الجريدة الغراء. المانيا الى ربع نهائي دوري الامم الاوروبية. تأهلت المانيا لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد تخطي ضيفتها هولندا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في المستوى الأول بالبطولة. وبلغ المنتخب الألماني ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه الهولندي 1-0، في وقت اقتربت فرنسا من التأهل أيضا في الجولة الرابعة للمستوى الأول. هل سيتخطى المنتخب الألماني الدور ربع النهائي أبو علي من وجهة نظرك؟ هو الآن المنتخب الألماني في صدارة المجموعة الرابعة بعد المجموعة الثالثة بعد الجولة الرابعة، نعم، برصيد 10 نقاط وبفارق 5 نقاط أمام المنتخب الهولندي صاحب المركز الثاني اللي يحتل الوصافة بفارق الأهداف عن منتخب المجر، نعم، والبوسنة في المركز الأخير. فأعتقد أن المنتخب الألماني يحتاج إلى نقطة فقط لضمان التأهل، و3 نقاط لضمان صدارة المجموعة. إذا ما تأهل متصدر المجموعة فأعتقد أنه سيواجه المنتخب الدنماركي ثاني المجموعة الرابعة اللي فيها المنتخب الإسباني، والمنتخب الدنماركي أغرب إلى رصيد 7 نقاط طبعا خلف الإسبان اللي ب10 نقاط. طبعا المنتخب الألماني أنا تابعت المباراة
كان ألغي له هدف مبكر بسبب زيادة في سنتيمترات في التسلل. نعم. والفار ألغى قرار الحكم، الفار ألغى الهدف، لكن المنتخب ظلت المباراة متكافئة. سجال بين الفريقين، سجل اللاعب جيريمي أعتقد هدف من تسديده لاعب واحد دقيقة 64، وبرغم غياب موسيالا، موسيالا لاعب ممتاز، أنا أعتقد هذا اللاعب إضافة كبيرة لخط الهجوم مع فريتس ومع جنابري. فأعتقد المنتخب الألماني ميزي مع نجلزمان المدرب الشاب، منتخب شاب مدعم بلاعبين أفضل، كيميتش كظهير أيمن وروديجر اللي هو قلب دفاع ريال مدريد في المحور. من المنافس الأشرس لألمانيا؟ شوف هما يعني انا اعتقد ان المانيا فرنسا اسبانيا، لكن اسبانيا مثل ما ذكرت لك ان خروج رودري قد يسكر المشاخ، واسبانيا طبعا حملت اللقب النسخه الاخيره لدوري كاس اوروبا قد يؤثر. نعم غياب رودري ممكن ياثر، لكن يكون لصالحهم يعني. نعم ممكن فرنسا والمانيا واسبانيا. طيب ايضا انتقل واياك الى ما عنونته جريده الجريده، المان يونايتد يوقف راتب فيرغسون. قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التوقف عن دفع الراتب السنوي للسير أليكس فيرغسون المدرب التاريخي لفريق الشياطين الحمر باعتباره سفيرا عالميا للنادي. ووفقا لموقع ذي أثلتيك الرياضي، فقد قام يونايتد ممثلا في شركة إنيوس المالكين الجدد وأصحاب 27.7% من أسهم النادي منذ ديسمبر الماضي بفسخ التعاقد مع فيرغسون وإلغاء راتبه في إطار إجراءات تهدف إلى خفض نفقات النادي. يعني يعني هو كان يعني ممكن يزعل عليهم يعني ما يحضر. لا لا هو راح يحتفظ في منصبه المدير غير التنفيذي. نعم. اللي حق له انه يحضر مباراه مانشستر يونايتد، بس هل راح يحضر في ظل ايقاف هذا الشيء؟ انا ما اعتقد ان سير أليكس فيرغسون راح يغيب عن مباراه مانشستر يونايتد بسبب ايقاف راتبه او فسخ العقد مع الاداره الحاليه، لكن لافت ان سير أليكس فيرغسون تم وضع هذا العقد معه من قبل الإدارة السابقة. نعم. أعتقد ما يقارب سنوي راتب سنوي ما يقارب المليونين، أعتقد ما يقارب المليونين يورو. نعم. بسبب أن خلال 26 سنة حقق 38 بطولة، وبالتالي الانتعاش الاقتصادية والنهوض الاقتصادي لمانشستر يونايتد بسبب هذه النتائج اللي حققها مانشستر يونايتد مع السير فيرغسون. فيقول لأن وصل ما وصل إليه مانشستر من قيمة اقتصادية عالية بسبب الإنجازات واسم مانشستر يونايتد اللي اقترن النتائج الممتازة مع السير أليكس فيرغسون. هذه تأتي من ضمن أيضا حالة تغشف اللي فرضتها الإدارة الحالية، منها إلغاء بطاقات الائتمان لبعض الأعضاء في النادي، تسريح أكثر من 270 عامل، إلغاء تذاكر الطيران المجانية. فأعتقد هذه يعاني مانشستر يعني تقشف، ما اعتقد انه عنده مشكله اقتصاديه، لكن هو صرف كثير. ذكرنا في حلقه سابقه انه اكثر من 650 مليون يعني بسبب تعاقدات مع المدرب تيم هاج، وهذه اثر اكيد على مستوى النادي دون تشكيل اضافات من ضمنهم اللاعب انتوني مثلا على سبيل المثال. نعم. ذكرنا. نعم. البرازيلي الان يريدون التخلص من عنده، كذلك مونت قادم من تشيلسي، بالاضافه للاعبين الهولنديين ايضا اللي استقطبهم. الميزانيه مرهقه، ما اعتقد انه مشكله. فاول ما يطالع طالع. طب انا اعتقد ان الاداره ارتعت ان النتائج الحاليه للفريق في مع الصرف المرتفع غير متناسبه، غير متناسبه، نعم، فيحتاج ان تغشف، لذلك اقدمت على هذه الخطوه. طيب انتقل وياك ايضا الى جريده الانباء وما عنونته، سينر يضمن صداره التنس لنهايه العام. ضمن الايطالي يانيك سينر صداره التصنيف العالمي للتنس في نهايه السنه امام الاسباني كارلوس الكراز والألماني إلكسندر زفريف فيما باتت البيلاروسية أرينا على بعد 69 نقطة من المتصدرة البولندية إيغا. ولدى الرجال سيصبح سينر الذي يتصدر التصنيف منذ يونيو أول إيطالي ينهي السنة في صدارة اللاعبين المحترفين ATP، علما أنه يتقدم بأكثر من 4500 نقطة عن الكراز. يعني خلينا نتكلم عن آخر بطولة حققها لاعب التنس الإيطالي سينر. يعني هذا اللاعب الإيطالي سينر من الحالات النادرة اللي نشوف لاعب إيطالي يتصدر التصنيف في بطولة التنس الأرضي. هو صاحب أول إيطالي يحقق لقب بطولة أمريكا المفتوحة في السنة الحالية، أيضا حقق بطولة أستراليا المفتوحة، البطولتين من أقوى البطولات في الأربعة اللي
على مستوى العالم، كذلك يعني اكثر من 55 انتصار مقابل خمس خسائر فقط في خلال الموسم الحالي في بطولة كينج سلام 6 اللي عند المقامة استعراضية اللي في الرياض. هو تغلب على ديكوفيتش الصربي في آخر ثلاث مباريات، وبالتالي ضرب موعد مع الكراز الأسباني في المباراة النهائية. الكراز اللي أيضا أقصى مواطن نادال أسطورة التنس، وبالتالي راح يتواجهون في نهائي بطولة كينج سلام 6 اللي في الرياض، مقامة في الرياض. رواك الله يا أبو علي، الله يقويك. شكرا يا أحمد، واستمتعنا بحوارنا الجميل معك. إذن السادة المشاهدين، كل الشكر والتقدير لكم على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقي وإياكم بحلقة الغد. إلى اللقاء.